بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة 2017، إن شاء الله النهاردة بنعمل أول حلقة من حلقات مراجعة The Prisoner of Zenda. ربنا يلهمنا ويلهمكم الصواب، قولوا أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المراجعة تبقى طبعا على شكل سرد أحداث بسيطة كده من خلال الأسئلة. مثلا لما بنيجي نقول what is the setting، اللي هو time and the place، المقصود بالsetting اللي هو المكان والوقت اللي دارت فيهم أحداث the prisoner of Zenda. The setting is Europe in the late 19th century، في نهاية القرن التاسع عشر. طيب who is the main character، مين الشخصية الرئيسية في القصة بتاعتنا؟ رودولف روزندل. He is 29 years old، عمره 29 سنة. طيب عارفين طبعا الشخصية اللي هي كانت دايما نقول ايه زي نائر ونقير معاه، اللي هي مين؟ روز. مين روز؟ روز his sister in law، مرات اخوه اللي هو روبرت. طيب according to Rose، طبقا لروز، how is Rudolf Rosendale different from his brother Robert؟ مختلفين في ايه؟ Rudolf is different from his brother and that is clear in his point of view about position، نظرته عن مكانته او مركزه في المجتمع. يعني he doesn't take his duties to society seriously، ما كانش واخد بجدية واجباته نحو مجتمعه. he doesn't work، هو لا يعمل. he sees his position as opportunities، شايف ان مركزه في المجتمع عبارة عن فرص. whereas معناها بينما، يعني نقدر مثلا نقول but، ولكن his brother sees his position as responsibilities، مسؤوليات، يعني عنده مسؤوليات او مكانته في المجتمع بتبقى معاها مسؤوليات، مصاحبة المسؤوليات تجاه مجتمعه. طيب لما بنيجي نقول احنا عارفين ان هو بيحب الحياة السهلة والحياة البسيطة والمغامرة وكده، بس ما يمنعش ان هو عنده skills مهارات. فبيقول لي مثلا mention three skills، اذكر ثلاث مهارات that Rudolf Rosendale has. he can speak several languages، يقدر يتكلم لغات عديدة، مثلا منها German، French، Spanish، Italian، طبعا other than بخلاف his mother language، اللغة الأم بتاعته اللي هي طبعا English. he can ride a horse، يقدر يركب حصان كويس. he can fight with a sword، بالإضافة لكده كمان ميزة كمان أو skill كمان، إن he was good at using a gun. why wasn't Rosendale as sick as the king was after eating the cake؟ عارفين ان الملك بعد ما كل الكيك، الكيك المسموم طبعا، he got poisoned، هو اصبح مسموم. طيب ما هو راسندل كان معاه، طب ايه ليه يعني، ليه ما اصيبش زيه قوي ليه؟ من وجهة نظر القصة طبعا he، والمقصود به راسندل، only ate one cake، هو كل كيكة واحدة، وبالتالي he ate less poison، يعني كان نسبة السم مش كتيرة. في سؤال مثلا بيقول لي why did Fritz and Sapt look up Johann's mother with the king؟ ليه فريدز وسابت حبسوا مامة جوهان مع الملك؟ عارفين طبعا ان هم كانوا لما الملك حصل له التسمم كانوا they put him in a cellar، اللي هي زي صندرة او حجرة كده ايه للخزين. حبسوا مامة جوهان ليه معه؟
They locked her up so that she wouldn't tell Michael's men, ما تقولش لرجالة مايكل that Rassendyll was pretending to be the king at the coronation. يعني ما تفصحش عن الخطة اللي هم رسمينها ان راسندل هيمثل او هيتظاهر بدور الملك في حفلة التتويج. Why was Rassendyll afraid when he saw Antoinette Dumoulin on the balcony? لما وهو ماشي في الموكب بتاعه بروسيجن شاف أنطوانيت دوموبان، ففي الحتة دي خاف جدا. طب خاف من ايه؟ He was afraid that she would recognize him انها تتعرف عليه and say that he was not the real king ان هو مش الملك الحقيقي، فخاف من النقطة دي هتفضحه يعني. According to Flavia، مين فلافيا؟ ايوه برافو، اللي هي برنسس فلافيا. طبقا لفلافيا، how was Rassendyll، احنا عارفين ان هو Rassendyll بالنسبه لها طبعا the king، changed in his appearance، يعني ازاي كان مختلف في المظهر بتاعه. She says that his face is thinner، وشه ارفع، and he looks more serious، ويبدو اكثر جديه عن وضع الملك اللي كان عليه. Why couldn't the dog say anything about Rassendyll, even though he knew that Rassendyll was not the real king? هنا في نقطة مهمة جدا. طيب الدوق هو عارف حقيقة Rassendyll ان هو مش الملك يعني، وفي نفس الوقت Rassendyll عارف الحقيقة بتاعت الدوق ان هو اختطف الايه، اختطف الملك الحقيقي. طيب الدوق ليه مش بيتكلم؟ يعني ما ممكن يفضحه. هنا برضو سؤال من الأسئلة المهمة. He couldn't say anything because he would have to admit، لأن في الحالة دي كان لازم يبقى مضطر إن هو admit يعني يعترف أو يقر that he had kidnapped، إن هو اختطف the real king. How did Saft explain Rassendyll's injured finger to Friller؟ اما حصل ان هو اصيب at the hunting lodge اللي هو Rassendyll، فلما رجعوا الحارس او الخادم او الحارس اللي هو سبت لحقه كده في الكلام، لما لاحظ صابع الملك من وجهة نظره Rassendyll زي ما احنا عارفين ان صابعه متعور. طب هو فسرها بايه سبت يعني؟ خد الامر ببساطة كده، سبت told him that Rassendyll had caught his finger in a door. بسيطة، تعور في باب. Why was Rassendyll keen on getting the people of Ruritania to like him more than they liked the dog? ليه Rassendyll كان keen on، حريص على انه يخلي الناس اهل روريتانيا يحبوه اكتر ما بيحبهم الدوق؟ He thought that if there was a fight between him and the dog، يعني لو في حصل مشاجرة أو حرب ما بينهم، إن the people would support him. دي طبعا مقدمة وإن شاء الله تنول إعجابكم، وبإذن الله هنتقابل مع حلقة تانية إن شاء الله سريع في تغطية بقية القصة. شكرا، مع تحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.